السلام عليكم. نكمل حل كتاب جيم بالتالتة إعدادي صفحة 32 جزء المحادثة. A man is asking Sammy how to get to the bank. الرجل بيسأل سامي إزاي هو يروح البنك. الرجل قال له Excuse me, can you tell me the way to the bank please؟ معذرة، هل يمكنك أن تخبرني كيف أذهب إلى البنك لو سمحت؟ فيقول له Yes, go straight on this street. نعم، امشي بشكل مستقيم في هذا الشارع. It's at the end of the street، انه في نهاية هذا الشارع. هيقول له المان الرجل at the traffic lights، عند اشارات المرور. هيقول له yes then، بعد كده go past the railway station، بعد كده تجاوز لمحطة القطار. بعد كده هيقول له او مر محطة القطار and at the railway station، هيقول له there turn right، هناك اتجه يمينا. هيقول له اوكي رايت ات ذا ستيشن. بعد كده جو ستريت اون ذيس رود، بعد كده امشي في طريق مستقيم في هذا الطريق. ذا بانك از اون ذا ليفت، البنك على اليسار. هيقول له ثانك يو فيري ماتش، شكرا لك. هيقول له يو ار ويلكم، العفو. بالنسبه للمواقف، يو اسك ا مان اباوت ذا بليس اوف ذا بوست اوفيس، انت بتسال رجل على مكان البوست اوفيس، مكتب البريد. فتقول له وير از ذا بوست اوفيس، دي اسهل حاجه، اين مكتب البريد. ممكن تقول له الجزء اللي في المحادثة can you tell me the way to the bank please، ممكن تقول لي طريق البنك لو سمحت. السؤال الثاني، a girl asks you how she can go to the cinema، بنت بتسألك انت هي ازاي تروح الى السينما. تقول لها go straight on this street، امشي بشكل مستقيم في هذا الشارع. the cinema is on the left، السينما على اليسار. السؤال الثالث، you meet a boy who doesn't know how to get to the library، انت قابلت ولد هو مش عارف ازاي يروح المكتبة. هتقول له go straight on this road، امشي بشكل مستقيم في الطريق ده. the library is on the right، المكتبة على اليمين. السؤال اللي بعد كده، you want to know the way to the botanical gardens، عايز تعرف الطريق للحدائق النباتية. ممكن تقول where are the botanical gardens، أين هي الحدائق النباتية. ممكن تقول how do I go to the botanical gardens أو get to the botanical gardens، كيف أذهب إلى الحدائق النباتية. السؤال السادس، السؤال الخامس، you describe the way to the park on to an old lady، أنت بتوصف الطريق للحديقة العامة لسيدة كبيرة في السن. فهتقول لها go straight on this street، the park is on the right، امشي مستقيمة في هذا الشارع، الحديقة العامة على اليمين. you are asked about the way to the museum، انت تسألت عن الطريق الى المتحف. فهتقول له take the first road او take the second road، خد الطريق الاول او الثاني حسب ما انت كاتب. يعني هنا مكتوب first، the museum is on the left، ايه المتحف على اليسار. بالنسبة لصفحة 33 جزء المحادثة برضو، you ask a policeman about the nearest supermarket، انت بتسأل ضابط الشرطة عن أقرب سوبر ماركت. يو انت بتقول له excuse me معذرة، is there a supermarket near there، هل في سوبر ماركت قريب من هنا. هيقول له near here، near here، يبقى هقول له نعم يوجد واحد، يبقى yes there is one near here، نعم يوجد واحد قريب من هنا. فيقول له نو ات زير، قال له ات ذا ترافيك لايتس، عند اللي هي اشاره المرور. تيك ذا فيرست، هيقول له تيك ذا فيرست ايه، بعد كده ذا ليفت، يبقى يقول له هنا، هيقول له ازاي انا اروح هناك، ازاي اروح هناك، ازاي يعني كيف، يبقى هاو دو اي جيت زير، كيف أصل إلى هناك. How do I get there، كيف أصل إلى هناك. قال له at the traffic، at the traffic lights، عند إشارات المرور. بعد كده هيقول له take the first، first اللي هي لسه واخدينها من شوية، اللي هي first road أو second road، اللي هو خد الطريق الأول أو الثاني، يبقى first road، وليفت بيجي قبلها حرف الجر on، يبقى on the left، يبقى the first road on the left. بعد كده هيقول له is it there، هيقول له no، بعد كده on، it's on the corner on your right، في هنا on، يبقى امشي بشكل مستقيم، يبقى go straight on، it's on the corner on your right، هي على الناصية وهي على الركن الى اليمين.
فقال له is it far، هل هي بعيدة؟ يقول له no really، حقا لا، thank you، شكرا. الرد على thank you هي you are welcome أو you are welcome. بالنسبة لسؤال المواقف، you want to know the way to the nearest train station، انت عايز تعرف اقرب محطة قطار. فانا اسهل حاجة عندي اللي هي where دي، where is the nearest train station، اسهل حاجة بالنسبة لي، يبقى where is the nearest train station. ممكن برضو استخدم الطريقة التانية، اقول how do I get to the train station. واحدة تالتة، how do I go to the nearest train station. تمام. بعد كده عندي your sister، ده سؤال ثاني، your sister doesn't know how to go to the bookshop، اختك مش عارفه ازاي تروح للمكتبه عشان تشتري كتب. اسهل حاجه اللي احنا استخدمناها من شويه اللي هي go straight on، يبقى go straight